طبعا موسم العيد، العيد الصغير، العيد الكبير، يعني أفلام، يعني سينما. أنا طبعا من أنصار سينمات الشوارع مش سينمات المولات يعني، لكن الزمن اتغير. بس أنا بحب السينما بتاعت الشارع، يعني إنك رايح السينما مش داخل المول. بكلمك بجد والله أحلى، حتى لما بيبقى فيه بريمير أو العرض الأول انت لاحظ انه النجوم بتوعنا بيبقوا داخلين جوه المول وحواليهم اتنين بادي جارد او تلات، يعني كل واحد بقى على حسب ما جايله بادي جاردات عشان بيمشي بيه جوه المول شويه، وبعد كده يروح على الباب بتاع السيما علشان يدخل لكن لما بتبقى السينما سينما بنقف بالعربيه ويبقى فيه بقى السجادة الحمراء اللطيفة والنجم أو النجمة ينزلوا في هدوء، ومعمول بقى الكوردون يمين وشمال بالبتاعات برضو الحبال الحمراء اللطيفة دي، وبتاعات شكلها مذهب لطيف ظريف، يعني بيبقى فيها شياكة. ده مبدئيا أكتر بكتير من مسألة سينما المول. ومن ناحية تانية إحساس مختلف، أنا رايح السيما مش رايح المول. المهم يعني روحوا السينما، أنا من مشجعي السينما جدا، روحوا وتفسحوا وانبسطوا واتفرجوا على السينما، بس خلينا منظمين. السباق السينمائي بقى لعيد الأضحى، يا ترى هل ترى مين هيحقق أعلى إيرادات؟ أوبا، معايا على التليفون صديقي العزيز جدا محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير إعلام دوت كوم. إزيك يا محمد؟ كل سنة وأنت طيب. يوسف كل سنه وانت طيب، اخبارك ايه؟ كله حلو تمام الحمد لله، مستمتعين جدا بادائك. والله انا اللي بحبك اكتر انت عارف، يعني قول لي انت تحب السيما العاديه اكتر ولا سينما المول اكتر؟ لا طبعا بحب السينما العاديه اكتر، بس يعني كل الخدمات اللي فيها جيده يعني، وعاده حتى لما بروح سينما المول ببقى رايح للسينما مش فارق معايا المول. بالظبط، يعني دي نقطه مهمه جدا يعني. صح 100%. قول لي بقى السنه دي احنا عندنا ايه، او الموسم ده عندنا ايه، وتوقعاتك للايرادات هتبقى عامله ازاي؟ احنا عندنا اربع افلام اساسيه، اللي هو اولاد رزق 3 ولعب مع العيال وعصابه الماكس واهل الكهف. حلو. توقعاتنا احنا كنا في اعلام دوت كوم، زميلتي لينا رحمه كانت عملت يعني تقرير من حوالي 10 ايام، سالت مجموعه من النقاد على مين اللي هيبقى في المركز الاول والثاني وكده، والحمد لله معظم الاراء وافقت اللي حصل اخر ثلاث ايام، لانه من ساعه ما بدا الموسم بدا بدري عن العيد. باين ان المؤشرات قريبه قوي للي النقاد توقعوه. ولاد رزق فارق بشكل كبير جدا طبعا من ساعه لما نزل، وده كان متوقع طبعا. المنافسه على الثاني والثالث ما بين اللعبه والعيال وعصابه المجد محتاجين يومين ثلاثة كمان كده وتتحسب مين هيبقى تاني ومين هيبقى تالت. هو اللي سابق اللعب مع العيال، لكن الفرق ممكن ممكن ساعات زي الكورة كده، ممكن صبت الماكس يعوض. أنا شخصيا ميال إنه لا، اللعب مع العيال هيحافظ على المركز التاني، مع ملاحظة إن الفرق كبير ما بين التاني والأول. يعني الفرق كبير؟ يعني طبعا برضه إحنا لسه في الأول، بس لما يكون في فيلم بيجيب 8 مليون وفي فيلم بيجيب مليون وده الاول وده الثاني، فطبعا فرق كبير. بس على رايك يعني ولاد رزق 3 متوقع جدا، اولا لانه في ولاد رزق 1 ولاد رزق 2 والناس حبتهم وحققوا ايرادات عاليه جدا وقت ما نزلوا، وبالتالي متوقع قوي ان ولاد رزق 3 كان يجيب ايراد. الحاجه الثانيه انت ادرى مني برضو، الاكشن والمغامرات وبتاع يجيب اكيد الاكشن، وهو كمان في كوميدي. بس في نقطه كمان يعني الجمهور ما بيركزش معاها قوي، اللي هي عدد السينمات المتوفره. يعني ولاد رزق مفتوح له اكتر من 100 شاشه، وفي معظم السينمات اللي تذكره فيها عاليه يعني معديه ال 150 وكده. فطبعا ده مهما كان بيجمع، لكن عشان كده احنا بنقول ايه، نستنى ما يعدي 7 ايام كامله كده بيبان بقى الفروق والدنيا بتبقى بانت. يعني طبعا اهل الكهف انا فيلم يعني حسب، انا طبعا لسه ما شفتوش، لكن يعني مش مرعيد شويه، فيلم بيدور في اجواء تاريخيه، فيلم مهم طبعا، بس ما اقدرش ان هو مش هينافس. يعني هو يعني الرابع وبعيد قوي عن الثالث من اول ما السيزون بدا. يعني مع ان انا كنت احب ان اهل الكهف بقى يبقى هو يعني لو ما كانش نمره واحد يبقى نمره اثنين. هو كنا نتمنى يبقى الحصان الاسود، بس طبعا مهما كان محمد عادل امام واحمد فهمي ليهم جمهورهم، كان كوميديا اهل الكهف بطوله جماعيه. الاسم مش ماشي شويه مع اصل جمهور عيد، برضه انت عارف الزوار في السن، جمهور عائلي داخل يتبسط شويه، لكن ممكن اهل الكهف لو جاب فيدباك جيد ممكن يكمل شويه بعد العيد بقى، الناس تبدا اللي هي الناس اللي جاويه سينما ومش عايزه تدخل في الزحمه ممكن تدخل فيه. طب انا عندي سؤال يا محمد، انت كمتخصص بقى في الموضوع، ايهما المفترض ان احنا نستند اليه، المبلغ ولا عدد التذاكر؟ والله انا من ساعه ما دخلت الصحافه الفنيه يا استاذ يوسف نفسنا يبقى في مصر
في عدد تذاكر بس طبعا ما حدش بيعلن عنه. ليه؟ عدد التذاكر هو المعيار الاعلى، مش عارف، هو السيستم كده بيديك فلوس. اولا احنا ما عندناش يعني فكره الاعلان الرسمي عن الايرادات، احنا في بعض الموزعين مشهورين بيجمعوا وبيدونا زي اعلان، يعني اعلان غير رسمي كده. غرفه صناعه السينما المفروض تطلع كل 3 شهور عدد التذاكر وعدد والايرادات بتاعه الافلام اللي نزلت في 3 شهور مثلا او كل سنه، ما فيش مشكله. في سينمات بدات بعدنا في الخليج بتطلع عدد التذاكر وكده، لان المفروض نحسب كمان تفاوت التذكره من كل مكان. طبعا فطبعا نتمنى ده، لكن وطبعا في فيلم بيجمع بين الاثنين بيعمل عدد تذاكر كبير وباسعار كويسه فبيعمل ده، لكن بتفرق لما يكون الافلام قريبه من بعض. وكمان ده ليه علاقه بالنزاع التاريخي بتاع الفيلم الاعلى ايرادا في تاريخ مصر. طول الوقت النزاع ده بيتكرر من ساعه لما بدات الافلام تعمل 150 مليون واكثر، فبيطلع اللي هم المخبراء بيقولوا لا لسه صعيدي في جامعه امريكيه حتى الان هو الاعلى ايرادا ب 30 مليون جنيه. بس كان وقتها نسبه وتناسب الدولار ومعيار التضخم. صح. الموضوع ده يحله طول العمر بقى عدد التذاكر مش الفلوس بس. طبعا مما لا شك فيه. يعني انا من الناس اللي بتشوف ان ولاد رزق بالتاكيد وارد جدا انه يجمع الحاجتين، حاجه منهم هي الايراد وحاجه منهم هي عدد التذاكر. بس ليه بسال كنت ليه لانه في النهايه المنتج لما يبقى مقرش هيعرف يحجز لنا او هيعرف يحجز لفيلمه عدد قاعات او شاشات عرض اكتر، وبالتالي ما بيبقاش ده المعيار، يعني مش ده المقياس. وكان في معيار زمان لو تفتكر اللي هو عدد الاسابيع اللي الفيلم قاعد فيها في السينما. يعني وده مهم، ده معيار مهم، سينما او سينمتين بس قاعد 6 شهور. لكن طبعا ده كمان انتهى بعد البيع للمنصات وكده، ما بقاش حد بيصبر انه يستنى يشوف الفيلم. يعني ده برضو اثر شويه على بقاء الفيلم في دور العرض، مع ان ده كان التقليد اللي بيبين قد ايه الفيلم الناس ممكن تنزل من بيتها وتدخله، بس طبعا بقى في جمهور كتير كبير مستني ينزل اونلاين. فكل دي حاجات اثرت على السوق، لكن اجمالا خلينا اقول السينما المصريه كالعاده بتاكد صدارتها وبتاكد ان هي اللي مشغله الشاشات العربيه كلها. طبعاً. بمناسبه لولاد رزق وفي افلام كتيره نازله في اوروبا وبتروح للجاليات الاوروبيه وبتروح للجاليات بره. انا قريب كنت في لوس انجلوس بحضر مهرجان وكان معانا فيلم الحريفه، وهناك لقيت ناس مصريين بيقولوا احنا شفناه اوريدي، يعني وصل كاليفورنيا من قبل ما احنا قبل ما يروح للمهرجان. كان زمان المهرجانات بس هي الوسيله، فالحمد لله التوزيع وتصدير الفيلم المصري ماشي بشكل جيد جدا. وصل يعني. بقى كاليفورنيا وصل على بلاتفورم ولا لا وصل لا دار عرض؟ سينما يا شيخ، سينما وبيتم حجز حفلات، بتبقى الجاليه عارفه ان دي المواعيد مناسبه ليها وبيخشوا يتفرجوا، وده الحمد لله ماشي بشكل جيد. في اوقات كان بنفتكر ده مجرد دعايه، المنتج عايز يقول ان فيلمه لف سينمات معينه، لا هو ده انا شفت ناس ببقى راكب مع حد يقول لي انا شفت الفيلم في السينما هنا. فالموضوع ده لو كمل هيبقى عادي انك تلاقي الفيلم المصري في نفس التوقيت في كل مكان زي ما كان بيحصل على الفيلم الامريكي وهو بيجي عندنا هو في بلده في نفس التوقيت. طيب عندي سؤال برضو تاني، تتوقع اي من الافلام الاربعه يحقق مشاهدات اعلى على المنصات؟ هو على المنصات الناس كتيره بتتفرج، بس ولاد رزق لو عمل كتير في السينما خلاص بيبقى معظم الناس شافته. كويس. اعتقد ان فهمي ومحمد امام الناحيه الثانيه هيتشافوا برضو على المنصات اكتر، لان الافلام الكوميدي بيبقى ليها يعني مساحه اكبر. ما اظن اهل الكهف يعني مشكلته ان هو مقدم نفسه ان هو فيلم مثقفين، فدي هياخد وقت عقبال ما يوصل لجمهوره المستهدف. بس ولاد رزق خلاص تحول الى حاله، عندي طبعا بعض التحفظات على حاجات فنيه في الفيلم، لكن هو تحول الى حاله الى براند سينمائي. طبعا بيقدر ينجح طبعاً. وبيعدي وبيكمل، مع انه بيلعب ناقص في الموسم في الجزء الثالث ناقص 2 ممثلين مهمين احمد الفيشاوي واحمد داوود، لكن قدر يعوض ده بثلاث ممثلين تانيين والفورمات ماشي اللي عامله صلاح الجهيني والجهيني والاداء بتاع الان عموما عاملين الحاله صح مع بعض زي ما بقول لك الثغرات الدراميه كده، لكن اجمالا فيلم هيعمل فلوس كويسه قوي يعني. ده صحيح 100%. اشكرك جدا 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 صديقي وكاتبنا وصحفينا الفني الكبير محمد عبد الرحمن رئيس تحرير اعلام دوت كوم.